عسلامة. عسلامة. لاباس عليك؟ الحمد لله. قد من روحك؟ رحمة بن حسين. مرحبا بيك رحمة، اش تعمل في حياتك؟ والله نخدم حجامة. رحمة كي ضيق بيك الدنيا شنو تعمل ولا وين تمشي؟ كي الناس الكل تتغسر ضيق بيه الدنيا يحب يقعد وحده ولا نميلوا للعزلة. انت من النوع اللي تميل للعزلة ولا تكلم صاحباتك تخرج وتبدل الجو؟ حتى كي باش نخرج معاهم ولا حاجة نخرج بعتار انا ما عندي حد شيء، معناتها نتألم وحدي، نعيش وحدي، نبكي وحدي ونقعد وحدي، فهمتني؟ نفضل نمشي للبحر، نشم ريحة نسمة البحر، نراجع روحي، نعمل روحي ورقة وستيل ونشوف شنيا عندي شنيا ما عنديش، بعد نعمل قول سي بو أباك ونعاود نرجع من الأول جديد. احنا خاطر هذيك هي الدنيا باش تبكينا وباش تضحكنا، ما نشم احنا حتى كي تخلقنا باش نعيشوها معناتها بحلوتها، مرة يقول لك حلو مر يتعدى العمر، فهمتني؟ وكا هو نقعد هذيك هي اللي نقعد نعمل فيه. من النوع اللي تكتب أوجاعك في ورقة؟ لا ما نكتبش، قبل جربت الفازة أما لي قلت أنا هي حاجة وجعتني باش نقعد أنا نكتبها وش بدأ كما في برشا بنات عاملين مذكرة. انا لي انا خلف هذيك انا شو نعمل؟ انا نرجع روحي مع مخي وحدي، نحكي تك تك مثلا، نمشي نقعد مع روحي نقول انا ناقصه حاجه هذيك منا شو نعمل؟ نبكي صحيح، كون شي فما شكون قريب مني بالقدا نحكي له نطلبه نحكي له مواجعي ولا حاجه، اما بارسا نقول ان يوم انا طلبتك خاطرني سي بو موجوعه باش نكلمك، اما وقت نطلبك نهار اخر باش نطلبك انا نقول لك احوالي لاباس وجوي باهي، فهمتني؟ خاطر التعب الدنيا بطبيعتها برشا وديما العين تبكي كما نقولوا احنا، اما لاباس ديما الحمد لله، حتى ولو عينينا تبكي هكا فمنا يضحك وهذيك هي الدنيا. تخبي اوجاعك على الناس ولا تحكيهم؟ لا انا ديما نخبي ما نحكيش الحق. مين مش باهي؟ هو صحيح يتعب وقاعد يتعب فيا ويوجع فيا برشا، اما لا غالب ما عندي خشا ما نجمش نخبي ولا هي بون حد ما نجمش تخري ضعفك؟ ما نجمش تحكي برشا، حتى كي باش تحكي باش توصل معلومه توصلها بطريقه اخرى. مش تحكي لي ديتاي بالضبط الا سي بون انسان تعرفه، ولا انت ما عادش تقف تقول لك هاو انا ما عادش نجم مش نحكي كل شيء. اما فما بزاد برشا عباد تولي تهرب عليك العكس، كي تولي تحكي لانتي موجعك تولي تحكي عليك نظره خايبه، ما عادش تشوفك كما قبل، فهمتني؟ في اي حتى في اي موضوع معناتها فهمتني تولي تعطي لك العكس، معناتها هي في الدنيا لي اي انسان في الدنيا هذه لازمه فرصه للحياه، لازمه فرصه باش يعيش مهما كان ماضي ومهما كان هو كما نقولوا احنا اخمج عبد ولا اوسخ انسان، راه باش يعاود يقوم ويطلع ويرجع للحياه، لازمنا نقبلوه كما هو، لازمنا نلموه، راهو اي انسان تعدى في غسله وتعدى في حاجه وربي يخف عن الناس الكل حتى المحكومين ربي يخلصوا حالهم، راهو بالرسمي نعاودوا نقعدوا معاه ونعاودوا نفهموا، قالك ما يحس بالجمره كان اللي عافس عليها. رحمه اخر مره ضيقت بيك الدنيا علاش وشنو عملت؟ به اخر مره ضيقت بها الدنيا صارت الحكايه بو انا ما عندي حتى دخل فيها، نحكوا ام بي ام بي، وصلت لقيت روحي انا في حكايه، فهمتني؟ ندمت صحيح بكيت وهي باهية وخايبة، خاطر علاش رجعت روحي من الأول وجديد، أنا شنيا كنت نعمل شنو ما نعملش، فهم برشا حاجات صغيرة كنت مستهترة بهم كنت نخزلهم، توا عاودت رجعت وليت نخزر لهم، ولت عندي برشا أهمية للدنيا، كنت أنا مستهانة بها عادي، هاني ناكل نشرب نطلع نحوس نخرج، أما لي فهم برشا حاجات كما يقول لك فهمتني؟ ما حسيناش بيهم، اما وصلت بالرسمي حسيت بيهم، وصلت بكيت وبرشا حاجات، اما بعد البكية قمت وضحكت ولعبت ورجعت للناس ورجعت للناس اللي تحبني، فما اللي سالوا عليا فما اللي ما سالوش عليا فما اللي تشمتوا فيا اي فما برشا عباد تشمتت. علاش عندك اعداء في الدنيا؟ فما باش نقول لك ما فماش اي انسان عنده، فما معناها فما برشا ناس ما تحبلكش الخير، فما برشا ناس تكرهك، نجموا نلقاو عبد لا يحبك لا يكرهك ولا عبد يحبك. اما علاش يكونوا عندك اعداء؟ اعداء خاطر فازا كيفاش هي نسميها الاعداء، انا بما نسميهمش اعداء نسميهم عبيد ما تحبلكش الخير، عبيد تحب تضرك، عبيد فما عبيد مريضه بالرسمي توصل حتى تمشي تسحر تعمل برشا مواضيع، فهمتني؟ كل واحد وكيفاش في الدنيا هذه، فهمتني؟ اما هذيك هي الحياه، معناتها ديما قالك ديما طيشهم انت، ديما ما تعطيهمش اهميه، ديما كمل القدام. هذيك احنا تخلقنا ديما كاملوا قدام، مادام عندي طموح انا باش نوصلوا صحيح باش نتيح ونقوم الكل، اما ديما باش نكون قدام. ماك
مش مسلم بيان سور. انا مش مسلم انا حتى ولو نحكي حتى لتو الكاميرا مثلا هي حبي وغرامي وانا نحبها والكل. صحيح جد بيريود غبت عليها والكل اما عاني عاود رجعت للدنيا ديما حتى نتذكر روحي بالرسمي حتى في فيديو قبل كي نعاود تفرج فيه محليني انا حتى لعبت تفرج فيه. صحيح فما برشا كومنتات تنتقدني اما انا ما يهمنيش فيه. علاش انا نعمل فيه حاجه خاطرني اول حاجه شيخه عليها ونحبها ومحليها وكل حاجه راه فيها روحي نوصل انا في الكلام واول حاجه انا نواجه معناتها مانيش كخبي ولا احكي والكل خاطر الناس الكل تستعمل انستغرام تستعمل تيك توك تستعمل كل شيء معناتها فهمتني وهذيك هي الدنيا معناتها انا ديما نحب الحياه ونحب الدنيا معناتها. شكون يقف معاك؟ والله نفسي بعد امي وبعد امي ربي يفضلها ويحميها نفسي تقف معي ونوجه لها تحيه امي يعطيك الصحه. باش تنصحك امك؟ تنصحني ديما كاين الامهات الكل ديما ردي بالك على روحك ديما هاني معاك انا صاحبتك ناكل شيء ديما معايا تسال عليا وينك كذا. حاجات ما سمعتهمش من امك وندمت ورجعت لكلامها؟ والله اي مش نقوله بالرسمي فما حاجات كان تمنيت كان سمعتها فيهم خير فهمتني كيما فما حاجات مشيت بهم بمزاجي كيما نقولوا ولا غالب هذيك هي الدنيا ما شويه منا شويه منا اللي نتعلموا كل مره نقعدوا نتعلموا لين نوصلوا سي بون للمرحله النقطه الاخرانيه اللي احنا كهو. قلت لي تحب تنصح البنات؟ ننصحهم ديما ردوا بالكم على روحكم على رواحكم ديما حتى تجي باش تعمل حاجه ديما شوف شاور اي انسان ما يسالش ما تقولش لي ناخذ قراري وحدي ولي وحياتي وحدي ودنيا لا ديما حط انسان خاطر نجم انت تاخذ قرار بعد تندم عليه كما نجم تتشارك في القرار ما تحطش الملامه ديما على روحك ديما حب روحك حب الدنيا ديما كون انت خير حتى لو انت تحتي اللوطه بالكل تجي نهار تعاودي تطلعي وتعاود تشرق الشمس وتجي الدنيا والكل فهمتني وزهي للايام تزهي لك وبوسه كبيره للبنات الكل وللناس والناس اللي نعرفهم الكل وكا نخلي لك الكلمه الاخيره رحمه. الكلمه الاخيره اللي هي ما عادش نبكوا رواحنا برشا وما عادش نلوم رواحنا يزين وال يزي ما لمنا وما بكينا والكل توا لازمنا وقت نفيقوا على وضعنا خاطر الوقت يجري العمر يجري باش نقعد انا نبكي وحتى راسي عم نخدم توا لازمني نخدم طور من روحك مستقبل حياه الدنيا حتى بين عباد الكل انت عامله اي حاجه في روحك مش يقولوا هاي كم بنكه ما عندها ما تعمل تتسهوك ولا كاللغه هذيك نتاع الناس الكل ديما اعمل شخصيه روحك وقيمه روحك وكا هذيك هي الدنيا لازمك تتعب باش تلقى فما حد شيء ما عندوش مقابل في الحياه كل شيء عنده مقابل وعلى قد ما تعبنا الدنيا وعلى قد ما اما ديما احنا نضحكوا لها باش نروحنا نفسنا نحنا وتحيي الناس الكل وربي يفضلكم ويخليكم. عايشك ميرسي.